الدرس الثاني وحدات المساحة نشاط واحد ألف. أعد عدد الوحدات المربعة التي تغطي الصورة المجاورة من قصر هشام في أريحة. 30 وحدة مربعة. ب مساحة الصورة يساوي 30 وحدة مربعة. نشاط اثنان ألف في الشكل المجاور مربع طول ضلعه 1 سنتيمتر. وحدة المساحة تساوي وحدة مربعة يساوي 1 سنتيمتر مربع. ألاحظ صورة حبة القمح على مربع طول ضلعه 1 سنتيمتر. ب إذا كان طول ضلع المربع 1 متر وحدة المساحة تساوي وحدة مربعة يساوي 1 متر مربع. ألاحظ المساحة المخصصة لكل طالب داخل الغرفة الصفية حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي هي 1 متر مربع. هل غرفة صفك تحقق هذه التعليمات؟ جيم الدنم يساوي 1000 متر مربع. تقدر مساحة الأراضي التي يحتجزها جدار الضم والتوسع في محافظة جنين ب 44,000 دنم. نشاط 3 ما مساحة كل من الأشكال الآتية علما بأن وحدة المساحة هي 1 سنتيمتر مربع. مساحة الشكل ألف تساوي 23 سنتيمتر مربع. مساحة الشكل ب تساوي 30 سنتيمتر مربع. مساحة الشكل ج تساوي 43 سنتيمتر مربع. نشاط 4 أضع دائرة حول وحدة المساحة الأنسب في كل حالة. أرض جامعة فلسطين التقنية دنم مساحة سطح كتاب الرياضيات سنتيمتر مربع. مساحة حديقة المنزل متر مربع. تمارين ومسائل. السؤال الأول ما مساحة كل من الأشكال الآتية علما بأن وحدة المساحة هي 1 سنتيمتر مربع. المربع مساحته 25 سنتيمتر مربع. المثلث مساحته 16 سنتيمتر مربع. المستطيل مساحته 26 سنتيمتر مربع. السؤال الثاني أكتب وحدة المساحة الأنسب لكل مما يأتي. ألف غرفة الصف متر مربع. ب سطح المسطرة سنتيمتر مربع. جيم مساحة المسجد الأقصى دنم. دال ملعب المدرسة متر مربع. السؤال الثالث أكتب مثالا واحدا لأشياء تستخدم وحدات المساحة الآتية لقياس مساحة سطحه. مساحة سطح الكراسة سنتيمتر مربع. مساحة الباب متر مربع. مساحة قطاع غزة دنم. السؤال الرابع زار وليد مزرعة جد صديقه سعيد فقال سعيد إن مساحة هذه المزرعة تساوي 5000 متر مربع. فقال وليد أي أن مساحة هذه المزرعة تساوي 5 دنومات. هل ما قاله وليد صحيح؟ أفسر إجابتي نعم. الدنوم يساوي 1000 متر. 5 دنوم يساوي 5 ضرب 1000 يساوي 5000 متر مربع.